هناك أنباء ربما تتداول في الساعات الماضية على أن الاتحاد الليبي لكرة القدم راسل الاتحاد الجزائري من أجل خوض مباراة ودية مع المنتخب الجزائري، ما صحة هذه الأنباء؟ لا، هذه أنباء لا تصلح من الصحة حقيقة أخوي مراد. وإحنا ما رسمناش يعني، طبعا هو عاد برنامج، هو برنامج واجب عليه وهو طبعا اختار في المباريات نتاعه، وطبعا اتصال دائم المدربين، انت عارف خبره ميشي وعارف في الوسط الافريقي بالذات ومع المدربين. فالافضل نجي من المدير الفني للمنتخب، يعني العروض هذه لما يكون مدير المنتخب هو اللي مطلع على العروض هذه ويعرف يعني شنو يلزمه في المده هذه تكون افضل يعني.